ايه بقى للدكتور؟ انا كل الحاجات اللي قالها انا موافق عليها. بص، انا والمنتج ما بقاش في كيمياء بيننا. المنتج علشان الناس يعرفوا المنتج كسب، الله يسهله، ولكن اصلا زي ما قالك الدكتور الشركه مش موجوده اصلا، الشركه وهميه من اساسها، وده في صالحنا. يعني في كتير حاجات عندنا مستندات، انا الشركه مش موجوده. انا عايز اصحح بس جزئيه، هي الشركه كاسم موجوده، انما صح. كل شركه حتى لو انشئت لابد ان يكون ليها ترخيص بمزاوله مهنه. يعني لو انت عندك مبنى سينما موجود، تقدر تفتح سينما من غير ما تاخد ترخيص من سينما؟ صح، المبنى موجود، انما انت معكش ترخيص تقدر تفتح سينما؟ الكيان القانوني متقال فيه شركه كذا، الشركه دي خدت ترخيص بمزاوله مهنه انتاج فني، مش موجود، واحنا تاكدنا من الكلام ده، وهنعرض عليكم المستندات بصفه شخصيه بعد المقطع. فالحمد لله. انا المنتج كان موقفني في شهر 10 24، فالحمد لله تقبلت الموضوع عادي جدا، ما يعني الحمد لله مستريح. فلما الغي القرار الحمد لله النقابه انصفتني، وبشكر الاستاذ هاني شاكر، وبشكر كل الاساس ده اللي موجودين في النقابه، الاعضاء اللي الحمد لله شالوا الوقف، والحمد لله. يعني انا بقول لهم شكرا ليكم. فانا مع المنتج، القضاء ولا هينصف بيني وبين المنتج.